اهلا اهلا بالارسال. انت غيرت اليافطه اللي بره ليه؟ يافطه ايه؟ ما اسم المرحوم زي ما هو اهو. لا بس حشرت اسمك جنبه. صلى على النبي يا جماعه، احنا جايين نهدي النفوس. ماشي يا خالي، هحترم معاك بعدين. وبعدين ليه؟ لما انت محموقه كده قوي ما تدفعي ال 10 بواكي بتعيدوا ضرايب على المحل لما هيتقفل. طب انت ما تدفعش ضرايب من ايراد المحل ليه؟ ايراد المحل اياك مفكرة عمر الدب بتصور عندنا كل يومين. خالك بيشر لزازة. ما انت لو تلاقي لي دماغك كنا خدنا 100,000 جنيه من صاحب العمارة وخلعنا. انا محل ابويا ما يتقفلش ابدا. انت حرة. اوقف. لا تعالى معايا. لا انا لسه واكل حواوشي. حواوشي ايه؟ هصورك يا عم. شوف زبون صوره بدل ما انتوا عمالين تهزقوا في بعض. يا سيدي وشك عاجبني. الله يحفظك. تعالى بس. والشقه اللي انتوا فيها بقى باسم مين فيكم؟ باسمه. باسمي مش هتفرق، انا وجعفر واحد. نصيحه، خلي عداد النور باسمك. نصيحه، خليك في حالك. وشك كده شويه. بسمه لطيفه. دانك لتحت. ايوه استناك الاولى تبان. انت هتقعد تتكلم كده مش هتصور خالص ولا ايه؟ بلاش نفس لو سمحت. انت هتصورني ولا هتعمل لي اشعه؟ واحد اتنين تلاته. يا رب تفرقع فوق. نهار اسود ومنيل. ايوه انا افتكرت مشوار مهم جدا. يلا بينا من هنا بسرعه. يلا انت بشر النصار. فلوسنا يا حزين. فاهم الراجل ده انه ملوش فلوس عندي. انا بقول لك اهو. انت فاهم غلط. انا ما بفهمش اصلا. بالراحه. نزل ايدك. انت مش عارف تتكلم. مين مين ده؟ ضابط. ادخل ضابط في مصر ده. مين ده؟ مين ده؟ لا مؤاخذه يا سعاده الباشا، اللي ما يعرفكش يجهلكش. يعرفكش يعيش على اسمك. بلاش اللي اتقدم. يلا من هنا. يلا قدام. يلا اتفضل يا باشا. مين ده؟ سلام. اوعى ولا ده انت مع السلامه من الباشا. انت هناك وسع يا باشا. عايش اللي مؤاخذه. وانت تطلع مين باجي؟ انا ولا حاجه حقي. انت فين يا عم؟ انت تعال شوف اللي حصل. مش واحد بلديتك من بتوع ليبيا قفشني في محل التصوير انا وآية، وكانت هتبقى فضيحه في جلاجل. يعني كنت مع آية. طب اسالني الاول ايه اللي حصل علشان كده قلقتني النهارده وقفل تليفونك كمان. ايه ده؟ ايه يا دماغك في ايه؟ مين ده؟ ما ترد عليا كده زي ما بكلمك. مش كان في ميعاد شغل ولا ايه؟ هتنسيك شغلك وصاحبي. تنسيني شغلي؟ اه لكن صاحبي لا. يا ساتر. طب قوم اعمل لنا القمه ناكلها. اللي عاوز ياكل يقوم يعمل لنفسه. حاضر ماشي. اخبار عيشه ايه؟ معرفش. ما وحشتكش؟ مالكش دعوه يا بايا على تقل دمك. كنت تقول ان عيشه جايه؟ انا معرفش شخصيتها. وانت هتعالجها يا جعفر؟ دي بنت خالك وانتوا متربيين مع بعض. ما انت عارف يا حودة ده انا مش متربي. طب بس بقى بلاش اللي اتقدم عشان قاعدين اهم. صباح الخير. صباح النور. مين الواد ده؟ علمي. علمي. علمي علمك ايه؟ يعني شبك في دف السنه كنت ماشيه؟ لا اصل بابا قال لي ان واحده جارتنا سابته له وراحت مشوار. هو كمان سابه لي وراح مشوار. صراحة كنت اتاخر عليك وجبتوكي. انا بشبع الواد ده. تعالى يا حوده بص. وانا كمان شكله مش غريب عليا. ايه ده؟ ده هو الواد ده بيتاجر ولا ايه؟ ده بيتمرمر. هو في ايه؟ بعدين هشرح لك كل حاجه بعدين. بقول لك ايه، هي جارتك دي اخت اسمها سوسن. مستعجله كده على طول وتحس انها بتسف وهي بتتكلم. انا لا اعرفها ولا اعرف اختها. عموما الواد ده ماشي بطال وبيروح شويه مفروش عشان تبقى عارفه. طب بعد اذنكم بس عشان انا عايز ايه في مشوار كده خمسه يعني. والواد خلي بالك منه. بعد ما قلت خلاص عودتك فكك وهتكلم معاك كلمتين جايبه العيل في ايدك. عليا بنعمل الواد ده بيراقب. ماله العيل ده بس؟ بقول لك ايه، انا كنت عايز اقول لك كلمتين كده يعني. ايه قول حاجه كده يعني. ايه قول. يعني ايه ده الواد إيه؟ عملها أوه. طيب راح فين؟ رايح اجيب له غيارات من الصيدليه. بقول لك ايه، بالمره هات معاكي ايه؟ مكرتش كرتون. ايه يعني سوليتيب؟ ربنا ما يقطع لك عاده. عاده ايه؟ وانت ايه؟ ما عندكش مذاكره؟ ما عندكش حضانه؟ ما عندكش دم؟ انا بحبك بجد يا حودة. ومن ساعه ما عرفت وانت غيرتي فيا حاجات كتير قوي لدرجة اني بفكر اعمل رجيم. انا بس مش فاهم يا جعفر انت مودين على فين. انت امبارح عملت لهم مفاجاه وجبت لي عيش. انا النهارده برضه عامل لك مفاجاه. ايه جايب لي صلصه؟ لا جايب لك شغل. اركن هنا. هنا ايوه. ايه رايك في المفاجاه دي بقى؟
بمناسبة افتتاح التصليح اليوم مكانا، التصليح اليوم مكانا. واسع جدع، البشمهندس حوده واسع، البشمهندس حوده بكالوريوس اعلام قسم تلفزيون ملون، يعني احسن واحد يتعامل مع اي حاجه لها فيش. بالراحه يا اخوانا، النظام اهم حاجه، النظام. اوروبا سبقتنا بالنظام، امريكا خدت العراق بالنظام، واحنا هناخد منكم الاجهزه دي بالنظام ان شاء الله. البشمهندس حوده هيوزع عليكم ارقام، كل واحد يسمع رقمه يجيب جهازه للسكان. رقم 25. ايه ده يا ابني؟ دي جديده يا ابني، دي مش محتاجه غير فودره بس، انت حر. رقم 26. ايه التلفزيون ده؟ انت جايبه الطعام ولا ايه؟ استنى خد بالراحه عليه عشان بيسنن يا حبيبي. ده انا امسك. سعيد الحظ رقم 27. ايه ده؟ عاوزين نصلح الجهاز ده. وانت جايبه على الطوب الاحمر واحنا هنشطبه لك ولا ايه؟